واحنا بنعمل قصه حياه الخال عبد الرحمن الابنودي، حكى حكايه اغنيه احضان الحبايب، وازاي وهو بيقول كلمات الاغنيه للاستاذ عبد الحليم قال له: رميت نفسك في حضن، سقاك الحضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوك يا حنفي. تخيلوا عبد الحليم يتقال له يا حنفي. قاعدين كنا مين؟ جلال معوض الله يرحمه، مجد العمروسي، ربما مفيد فوزي، نبيل عصمت، محمد الموجي، المجموعة اليومية اللي في بيت عبد الحليم. فأنا قاعد مش عارف الموضوع كان إيه، لكن لقيتني بتريق على الأغاني اللي في آخر الأفلام بتاعتهم، بتاعت فريد وعبد الحليم وكده، الأغنية الكبيرة دي اللي بيقعدوا على المسرح في آخر الفيلم وإيه ويفضل ينوحها كده وبتاع. قاعد أنا بتريق، قال لي عبد الرحمن رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، أنت راجل ظريف بتعمل غنوة عاطفية صغيرة، تعمل غنوة شعبية، ما مالكش دعوة بشغل الأساتذة الكبار اللي بيعملوا الغنى الكلاسيك. فأنا طبعا قلت له كلاسيك إيه؟ أنا مرضاش أعمله، ده كيمياء، بتحط مادة على مادة يطلع مادة. ما طبعا الناس كلها قاعدة ساكتة. عبد الحليم يعني نهاية الكلام قال له: شوف، لو عملت غنوة زي الأغنيات دي اللي انت بتتريق عليها وأجمع الجميع على أنها غنوة يعني سليمة وجميلة، انت خد مني الأجر اللي انت عايزه. أجرنا في الوقت ده كان 100 جنيه، وده أغلى أجر في مصر كان. فقال له عبد الرحيم الراجل الاسمر اللي بيشتغل عند عبد الحليم: ودي ورق الاستاذ عبد الرحمن في الاوضه. الاوضه دي اوضه السفره. فانا دخلت في الاوضه دي، حطوا لي الاقلام والورق وقفلت عليا، وطلعت بعد شويه. فعبد الحليم بص لي كده قال لي: اظن هتقول لي كتبت. بعنيل قلت له: اه كتبت. قال لي: لا، يبقى انت، يبقى دي غنوه انت كاتبها قبل كده. قلت له: طب انا لما كاتبها قبل كده ما عرضتهاش عليك ليه وما بعتهالكش ليه؟ لا طبعا انا لسه كاتبها الوقت. قعدنا، قال لي: طب قول. انا قايل له طبعا انها كيمياء وكده. فقلت له: اهي مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك، لا عارفوا ايه وداك ولا عارفوا ايه جابك، رميت نفسك في حضن، سقاك الحضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوك يا حنفي. كل اللي قاعدين طبعا ضحكوا الا عبد الحليم حافظ، غضب غضبا شديدا. قال: انت بتقراها كده ليه؟ ايه يا عبد الرحمن، ده باين عليها غنوه، باين عليها غنوه كويسه، بتقراها كده ليه؟ اقراها كويس. فهديت كده وقلت له: مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، رميت نفسك في حضن، سقاك الحضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا، اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جراحنا وبكينا وقلنا: جينا، جينا لكم ياللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا، اللي جينا لهم يا قلبي في جرحنا جرحونا. ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع، قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع، رميت نفسك في حضن، أتار الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. محمد الموجي طبعا لسه في كوبليه كمان، بس محمد الموجي مسك العود بتاعه وكأنه كان عارف المقدمة دي اللي في أول أحضان الحبايب. قال لي: قلت إيه يا عبد الرحمن؟ قلت له: مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، وإذ بهذا اللحن زي ما أنا كنت سلس في كتابة النص. كان محمد الموجي سلس جدا في هذا اللحن الخالد اللي حيعيش وحيعيشه أصحابه طويلا رغم الرحيل.